طلب المعلمون من الأبناء أن ينطقوا لآبائهم مشافهة: أحبك يا أبي. أحبك. فكانت لحظة اندماج عاطفي عجيب متداخلة بين الحياء والحنين والاحترام أمطرت خلالها بدموع الحب الصادقة. إن الله إذا أحب أهل بيت إيش سوى؟ أدخل عليهم الرفق. الرفق ما كان في شيء إلا زانه. الله شوف العبارة بس. وما نزع من شيء إلا شانه.